من بلاد الرافدين نحييكم أينما كنتم مشاهدين الأعزاء. حراك سياسي لافت تشهده العاصمة العراقية بغداد على وقع استمرار التظاهرات ودخولها الأسبوع الخامس على التوالي. كان لافتا وصول وفد من كردستان إلى بغداد بعد أيام قليلة على تصريح رئيس الإقليم نجرفان برزاني عن استعداد الكرد للمضي في تعديلات دستورية تحسن حياة العراقيين. وإلى بغداد وصل بنحو مفاجئ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وفي جدول أعماله زيارة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد. في هذا الوقت لم تقنع تغريدات السياسي العراقي عزت الشابندر ولا فيديوهاته على موقعه في تويتر مجموعة من القوى السياسية التي تؤكد أن الرجل محتجز في الإمارات وليس هو من ينشر على حسابه في تويتر، وأن عودته كانت مقررة في 18 من الشهر الحالي بحسب ما كشفت كتائب حزب الله. لماذا لم تعقد اليوم جلسة مجلس النواب العراقي؟ ولماذا أيضا لم يعقد لقاء القوى السياسية؟ وماذا حمل وفد إقليم كردستان في جعبته لبغداد؟ وماذا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي بهذه أو قيامه بهذه الزيارة بنحو مفاجئ؟ وكيف سيتم حل قضية احتجاز السياسي العراقي عزت الشابندر؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا سنحاول إجابة عنها في حلقة اليوم من برنامج من العراق مع ضيفينا. ولكن وصل أحد الضيوف، بداية النائب في دولة القانون عن ائتلاف دولة القانون الأستاذ علي الغانمي. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا ومرحبا، حياك الله. على أن ينضم إلينا لاحقا عضو تيار الحكمة محمد حسام. مشاهدينا نبدأ معك أستاذ علي الغانمي النائب عن ائتلاف دولة القانون. ربما أيضا مفاجأة كانت اليوم عدم انعقاد جلسة مجلس النواب، أنت كنت في المجلس، لماذا لم تنعقد هذه الجلسة اليوم؟ نعم، شكرا جزيلا، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد مجلس النواب كان قد دعي إلى جلسة اليوم بعد جلسة أمضينا ليلة كاملة في جلسة الثلاثاء من أجل التصويت على جملة من القرارات المهمة والقوانين المهمة ذات العلاقة بالإصلاحات التي ينشدها الجميع من أجل تهدئة الشارع العراقي والمرور بالمرحلة الراهنة من أجل الوصول إلى جملة من القوانين التي تسهم في حل الأزمة والتي من الممكن أن تغير بعض من حياة المواطنين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني. وبالتالي تمت الدعوة إلى أن تكون الجلسة في يوم السبت، وكما هو المعتاد تجمع النواب في مقر المجلس ودخلوا إلى قاعة المجلس، وتم أيضا تناول البرنامج الجدول الأعمال اليومية للمجلس، وكان فيه جملة من التصويتات على بعض القوانين. ما هي أبرز القوانين التي كانت على جدول الأعمال؟ يعني جدول الأعمال كان التصويت على قانون النقل، وكذلك التصويت على قانون المتضررين من العمليات الحربية، وهذا أيضا أمور هذه قانونية، يعني ذني فقرتين يجب التصويت عليها ويجب أن يكتمل النصاب فيها لأنها تحتاج إلى تصويت. وكذلك كان من المقرر الاستماع إلى لجنة التعديلات الدستورية، إلى تقرير لجنة التعديلات الدستورية التي سبق أن تشكلت بقرار نيابي، والتي هي أيضا من الضرورة جدا أن يكون هناك استماع إلى ما توصل إليه أو ما يعني ما هي الخطوات الأولى لإجراء التعديلات الدستورية، لأنها حقيقة واحدة من أهم المطالب التي كان يحملها المتظاهرون، والتي هي بالأساس ضرورية جدا أن يستمع مجلس النواب إلى جملة من المقترحات ويناقش جملة من المقترحات حول التعديلات الدستورية التي للأسف نحن من 2005 منذ انطلاق الدستور وجدنا أن الكثير من المعرقلات في هذا الدستور، وكثير ما شكت الحكومات السابقة
من بعض القوانين الدستورية، لأنه للأسف قد كتب على عجالة. ويعني وبالرغم من كل ذلك سعادة النائب ما تتفضل به من بنود لم تعقد جلسة اليوم. طبعا، وكان أيضا من المزمع أن يعقد، يعني يكون في هذه الجلسة اليوم هو استجواب لوزير الصناعة بناء على طلب الاستجواب من قبل النائب محمود الملا طلال الذي هو من كتلة المعارضة كتلة الحكمة، وكان المفروض أن يتم حضور السيد الوزير وأن تجري عملية الاستجواب، وهي أول عملية استجواب يقوم بها مجلس النواب خلال الدورة الرابعة، فكان الجميع ينتظر حضور السيد الوزير والذي يعني لم يحضر إلى المجلس، مما أثار جدل داخل الكتل السياسية، وأعلن السيد رئيس المجلس رفع الجلسة إلى يوم الاثنين القادم. طيب، هنا هل كان هناك مبرر بالنسبة للوزير لعدم حضوره إلى الجلسة، أم أنه تغيب فقط كي لا تتم مساءلته في هذه الجلسة؟ بالتأكيد الوزير لديه العلم الكافي ولديه يعني كتب صدرت من مجلس النواب باستجوابه، وتم تحديد هذا الموعد لاستجوابه، وتم توجيه الأسئلة للسيد الوزير، وأيضا السيد المستجوب كان يعني متحضر جيدا لهذه العملية الاستجواب، ولديه جميع الملفات التي يسأل فيها السيد الوزير، وكان المفروض أن نستمع إلى إجابة الوزير حول ما يوجه إليه من أسئلة في الاستجواب، ولكن الوزير يعني حاول يعني أن يتأجل الاستجواب، وطلب أيضا من مجلس النواب من رئاسة مجلس النواب أن يتأجل عملية الاستجواب، ولكن لحد آخر جلسة في البرلمان كان هناك طلب من السيد المستجوب بأن لا يمضي المجلس أو إدارة المجلس رئاسة المجلس في يعني تأجيل عملية الاستجواب لأنها ضرورية ومهمة، وكذلك لتبيان ذلك للرأي العام وتبيان الإخفاق وإن ثبت الإخفاق من قبل السيد الوزير. وماذا كان تبرير غياب الوزير عن هذه الجلسة؟ يعني لماذا برر غيابه عنها؟ يعني هو كان لديه مطالب أن يؤجل الموضوع إلى فترة أخرى، أيضا ادعى أنه لم تكتمل لديه الأوراق الكافية للإجابة ويحتاج مزيد من الوقت حتى يستحضر إجابتي، لأن هناك قضايا تتعلق بتقارير ومعلومات من داخل الوزارة عن أسباب الإخلاق، لعله يجد مبررات للأسئلة التي ستوجه إليه في قضية الإخفاقات التي حصلت في وزارته وسوء الأداء الذي تحقق. طبعا يحتاج هو حسب يعني وجهة نظري يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل أن يستكمل الإجابة الكافية للرد على الأسئلة التي توجه إليه من قبل المستجوب، والتي بالتأكيد هي يعتقد تماما أنها ستحظى بتأييد أعضاء مجلس النواب، لأن حقيقة وضع الصناعة في العراق كان معول كثير عليه أن تكون هناك جملة من القرارات، جملة من الإجراءات الإدارية، جملة من الأمور الإصلاحية في قطاع الصناعة، لأن وزارة الصناعة من الوزارات المهمة والتي فيها عديد من الشركات ذات المساس المباشر بحياة المواطن اليومية، والتي لم ترتقي إلى مستوى دون الوسط، يعني للأسف يعني الصناعة بالعراق تأخرت وتلكأت كثيرا، وهي أيضا وزارة مهمة وكبيرة وفيها عدد كبير من الشركات، بعضها شركات تمويل ذاتي وبعضها شركات تمويل حكومي. وبالرغم من كل هذه الأهمية لم يكن هناك إنجازات، لذلك تتم مساءلة الوزير في هذه الجلسة أو طلب مساءلة الوزير؟ لم يلحظ المواطن العراقي ولم يلحظ البرلمان العراقي أي دور لوزارة الصناعة في دعم الصناعة الوطنية، في تعزيز الصناعات الوطنية. السوق العراقية فارغة تماما من الصناعات الوطنية، والتي كان من المفروض أن تكون يعني رغم جملة القرارات التي تؤيد على تشجيع الصناعة المحلية وخصوصا الصناعة التي هي يعني تنتج من قبل الشركات الحكومية، هناك عبء كبير حقيقة على الحكومة وعلى الدولة
بشكل عام هم موظفو وزارة الصناعة الذين يتقاضون رواتب، أغلب الشركات هم يتقاضون راتب دون أن تكون هناك نسب إنجاز عالية، وبالتالي عملية الاستجواب أعتقد كانت ستوضح كثير من المفاصل والأمور التي يعني ساعدت أو التي أدت إلى أن يكون هناك تردي في قطاع الصناعة. اليوم الركيزة الاقتصادية في أي بلد تعتمد على بالدرجة الأولى على الصناعة وعلى المنتوج المحلي وكذلك على الزراعة وباقي الأخرى. للأسف العراق من 2003 ولحد الآن كان هناك تلكؤ كبير وواضح جدا في الصناعة، رغم ما يقدم إلى الصناعة من دعم. يعني اليوم صناعتنا المواطن العراقي لم يتعرف على الصناعة العراقية، المنتج العراقي هو من اختصاص وزارة الصناعة وغيرها، هو من اختصاص وزارة الصناعة بالدرجة الأولى. يعني تعرف اليوم معايير الجودة، معايير يعني في الصناعة هذه كلها مهمة، وهذه لم نجدها في الصناعة العراقية. طيب أستاذ علي، غاب وزير الصناعة، لم تتم المساءلة، لماذا تم رفع الجلسة؟ لماذا لم تعقد الجلسة؟ خاصة أن الشعب العراقي اليوم ينتظر منكم كان قانون الانتخابات، قانون المفوضية، وهذا ما أكدت عليه المرجعية مؤخرا. لماذا لم تعقد هذه الجلسة وأنت سردت مجموعة من القوانين الهامة أيضا التي تهم المواطن العراقي؟ هل القانون يعني لم يكن يسمح بأن تعقد الجلسة، أم أن مبررات أخرى حالت دون ذلك؟ لا بالتأكيد هو هذا ما يجب أن تسأل عنه رئاسة المجلس. رئاسة المجلس للأسف يعني أجلت الجلسة إلى يوم الاثنين مع أهمية هذه الجلسة، يعني حتى وإن لم يحضر السيد الوزير وإن لم تتم عملية الاستجواب، فكما تفضلتم هذا ما سأله السادة أعضاء مجلس النواب من بقية الكتل السياسية. اليوم الشعب العراقي ينتظر حزمة من القرارات، كما يعني كانت هناك ليلة حافلة بالقرارات التي قدمها مجلس النواب في ليلة الثلاثاء الأربعاء، كانت حزمة من القرارات أصدرها مجلس النواب، وكان المفروض أن يشهد مساء هذا اليوم أيضا حزمة أخرى من القرارات والقوانين التي يناقشها مجلس النواب ويقرها. شعبنا ينتظر أن يبادر مجلس النواب بجملة من القرارات، ولكن للأسف يعني رئاسة البرلمان يعني سألنا كثير، لم يعني تتوفر الإجابة الكافية، لم يكن هناك إجابة من قبل السيد محمد الحلبوسي حول تأجيله للجلسة. لحد الآن لم يصدر بيان من رئاسة المجلس، ولم يكن هناك مؤتمر صحفي لتبيان ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى رفع الجلسة. طبعا كان هناك نصاب، يعني كان هناك إمكانية لعقد الجلسة، أم أن النصاب لم يتأمل؟ النصاب يعني تقريبا كان مكتمل، لكن بعض القوى السياسية يعني خاصة كتلة السيد الحلبوسي كانت منسحبة ولم وعلقت أيضا عضويتها إلا في القرارات المهمة. هذا يعني أنه تأييد لعدم استجواب السيد الوزير، كانت هناك مخاوف أن يستجوب السيد الوزير وأن تثار بعض الأمور التي قد ممكن أن تثير إشكالات داخل مجلس النواب، يعني مخاوف من أجوبة السيد الوزير، لأن هناك حقيقة تهم فساد كثيرة، وهذا أعتقد بموجب تحليلي وتبرير يعني بالنسبة للحالة التي حصلت. يعني طيب أستاذ علي، في الجلسة الماضية كان كما ذكرت هناك اجتماع طويل لمجلس النواب، أقرت مجموعة من القوانين، البعض قالوا أنها بداية جديدة لمجلس النواب، حتى أحد الضيوف لدينا السيد بالأمس السيد الربيعي السيد محمود الربيعي قال أنها كانت ربما الجلسة الأفضل بتاريخ المجلس الحالي منذ بدايته حتى الآن. الآن بعدما لم تعقد هذه الجلسة والشعب العراقي ينتظر والجماهير في الساحات تنتظر والكل ينتظر أيضا لإقرار قانون انتخابات، لإقرار قانون مفوضية، هل سينعكس ذلك سلبا الآن مجددا على الساحة العراقية برأيك، خاصة على المتظاهرين؟ لأنه أنتم خاصة كمجلس نيابي، عذرا على المقاطعة، أنتم اليوم أمامكم مهلة بحسب ما أمهلتكم القوى السياسية، إما أن تقوموا ببنود الإصلاح وإما سيرحل المجلس النيابي ومعه الحكومة. يعني منذ انطلاق الأزمة في 1/10 ولحد الآن أعتقد كان الدور واضح لمجلس النواب العراقي من خلال الاجتماعات المتواصلة، من خلال حزمة الإصلاحات، من خلال حزمة القرارات والقوانين التي أجبر الحكومة على إقرارها حقيقة. يعني هناك تعلمون في هذه الفترة أو سنوات طويلة كانت هناك بعض القوانين معطلة كقانون الخدمة الاتحادية و
بعض القوانين المهمة، ولكن في هذه الفترة يعني لا أنكر أن هناك كان استثمار لهذا الضغط الشعبي، وكانت قراءة واضحة وكانت قراءة جيدة من قبل مجلس النواب أنه ما يصدر عن الشارع هو مطلب حقيقي وحق يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، يجب أن تصاغ القوانين، يجب أن تكون هناك حزمة من التشريعات المناسبة لتلبية متطلبات الشارع. يعني متطلبات الشارع هي لم تكن وليدة المزاج ولم تكن وليدة الرفاهية، ولكن هي حاجات ماسة بحياة المواطن وأساسية في حياته اليومية، يعني تعيق حقيقة التقدم والرفاه وبناء الدولة، مما أدى إلى أن يكون هذا الحجم من التظاهرات وهذا الضغط من التظاهرات. والكل يؤمن بأن التظاهرات يعني مشروعة، ويجب معالجة ما تردى من الوضع الذي أدى إلى هذا الحقيقة الضمور في التفاعل مع العملية السياسية في العراق. بالتأكيد اليوم مجلس النواب قرأ هذه قراءة جيدة، وهذا المجلس حقيقة يختلف مع عجل احترامي للمجالس السابقة، هذا يعني فيه جو من التفاعل أكثر، فيه نقول جو من الشعبوية أكثر، يعني لأن النواب الموجودين في مجلس النواب هم يعني جاءوا بطريقة انتخابات جيدة في هذه الدورة رغم ضعف المشاركة. وعلى الرغم من ما تتفضل به أنه هذا المجلس أفضل، وهذا المجلس الآن في مرحلة استثنائية لم يعقد جلسته اليوم والتي ينتظرها العراقيون لقراءة ثانية لقانون الانتخابات وقانون المفوضية، كيف يمكن أن نشرح؟ يعني هو بالمناسبة يعني كثير ما حضرتك سأل عن موضوع الانتخابات والمفوضية، قانون المفوضية وقانون الانتخابات لم ترد في جدول أعمال. يبدو أن يعني كما في الجلسة الماضية كان هناك طلب لبعض التعديلات حول قانون المفوضية، قانون المفوضية وقانون الانتخابات قانونين مهمين. بالتأكيد يعني الوصول إلى قرارات جيدة، إلى وضع نقاط مهمة في هذا القانون من أجل التصويت عليها أو عليهما يفترض أن تكون، لأنها حقيقة تقرر مصير مراحل يعني قادمة كبيرة كثيرة، وبالتالي الأمر يستوجب أن تكون يعني حبكة دقيقة لهذين القانونين، وخصوصا المراحل القادمة مراحل بناء الدولة ومراحل استقرار ومراحل يعني تحديد المسؤوليات. يعني المسؤوليات تحدد من خلال قانون الانتخابات وقانون المفوضية. المفوضية إذ لم تكن هناك آلية دقيقة وجيدة لاختيار المفوضية التي يرتكز عليها في عملية الانتخابات، واليوم الحياة السياسية في العراق هي قائمة على أن تكون هناك انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك اختيار عناصر يعني وصول بعناصر وعي. يعني المفوضية أيضا عليها دور آخر، هو ليس الدور التنظيمي، وإنما أيضا تأخذ دور الوعي الجماهيري في قضية الاختيار. إذا اطمأن المواطن إلى أنه صوته لم يذهب يعني في الهواء، ولكن سيكون في محله، سينتج القادة وسينتج النخب وسينتج البرلمان القوي الفاعل، بالتأكيد سيكون هناك شك في العملية الانتخابية. ولذلك حسن اختيار القوانين المناسبة التي تنظم عمل المفوضية، وكذلك منظومة القوانين والإجراءات في وما ينظم الإجراءات في عملية الانتخابات أمر مهم يتطلب يعني يتطلب أن تكون هناك دقة في هذين الموضوعين. كان هناك طلب أن يؤجل القانونين إلى جلسة غير هذه الجلسة، جلسة الاثنين، ومن الممكن أن نشهد ذلك في جلسة الاثنين حتى نشهد يعني هذين القانونين، قانون المفوضية وقانون الانتخابات، وهما في أرقى صورة ممكن أن يحققان للشعب العراقي ما يصبو إليه من عمليات انتخاب من عملية انتخابية تدار بحرفية وبمهنية عالية، وأيضا تدار بثقة عالية من المواطن. لا نريد يعني في الدورات القادمة مواطن يأتي ويشكك في قانون الانتخابات أو يشكك في قانون أو في نزاهة المفوضين. من هنا تبدأ المسؤولية، من هنا علينا الانطلاق بتحديد القانون للمفوضية
انتخابات. أستاذ علي سريعا إذا عدت على لموضوع استجواب الوزير، لأنه هناك أيضا اليوم إصرار من قبل كتلة سائرون على استجواب رئيس الحكومة السيد عادل عبد المهدي. يعني رئيس كتلة سائرون النيابية السيد صباح الساعد اتهم اليوم رئيس المجلس بأنه يماطل في عملية استجواب السيد عادل عبد المهدي. هل يمكن القول بأنه استدعاء وزير الصناعة اليوم إلى استجواب في المجلس النيابي قد يمهد لما يطالب به كتلة سائرون وغيرها من الكتل، هناك بعض الكتل، وعملية استجواب السيد عادل عبد المهدي؟ يعني هي عملية استجواب السيد عبد المهدي لم تصدر من سائرون فقط، وإنما حتى كتلة النصر يعني على جمع السيد رئيس الكتلة، حتى الوطنية تطالب. الوطنية كانت لديها مطالبات، ولكن بحسب علمي من جمع تواقيع من أجل استجواب السيد عبد المهدي سيد رئيس كتلة النصر، وكذلك كتلة سائرون أيضا تقدمت ب عملية استجواب السيد رئيس الوزراء بناء على الإخفاق في الأداء الحكومي، بناء على الإخفاق في التعثر البرنامج الحكومي، بناء على ما تشده الساحة من تظاهرات وما صدر عنها من يعني من ردود أفعال وبعض القرارات التي أدت إلى أن يعني أن تكون هذه الحالة في سقوط ضحايا وغيرها أثناء التظاهرات. فحقيقة هناك دعوات كثيرة من أعضاء مجلس النواب ومن كتل سياسية كما تفضلتم هي لديها مطالب باستجواب السيد عبد المهدي، وهذا أمر طبيعي حقيقة. ولكن للأسف لم نجد أن هناك كتابا رسميا قد حرر وأرسل للسيد عبد المهدي. كانت هناك دعوات لحضور السيد عبد المهدي إلى البرلمان لتبيان الموقف من التظاهرات، لتبيان ما يحصل من التظاهرات، لأن يعلن السيد عبد المهدي من قبة البرلمان حزمة الإصلاحات التي طرحها على وسائل الإعلام، وللأسف التي كانت متأخرة في يعني في أوقات متأخرة من الليل. هذا كان مطلب يعني للمجلس النواب، ولا نعلم لماذا السيد عبد المهدي يعني يعتذر أو حتى لم يقدم اعتذار إلى البرلمان بعدم الحضور، يعني يكون تسويف لعملية يعني عملية الوصول أو الحضور إلى قبة البرلمان. هذا التسويف حقيقة يعني أزعج الكثير من البرلمان. سنكمل الحوار، لماذا لم يعقد اجتماع القوى السياسية الذي كان مقررا اليوم السبت؟ سنتحدث أيضا عن موضوع زيارة نائب الرئيس الأمريكي، زيارة وفد كردستان أيضا إلى بغداد، وماذا أيضا عن عزة الشبندر، لكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا فاصل، نعود بعده لمتابعة من العراق، حيث سينضم إلينا أيضا بعد الفاصل عضو تيار الحكمة محمد حسام. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج من العراق. نعود ونرحب بضيفينا الآن، باتوا ضيفين لأنه انضم إلينا بعد الفاصل، انضم إلينا الآن الأستاذ محمد حسام عضو تيار الحكمة. أهلا بكم أستاذ محمد. نعود ونرحب أيضا بعضو ائتلاف دولة القانون النائب الأستاذ علي الغنمي. أهلا بكم مجددا أستاذ علي. أهلا ومرحبا. وأستاذ حسام الآن نكمل الحديث، محمد حسام نكمل الحديث معك. في الأيام الماضية كان هناك اجتماع للكتل السياسية، هذا ما سنتحدث عنه أيضا مع الأستاذ علي. أنتم في الحكمة بالرغم من وجودكم في المعارضة لأنكم شاركتم في هذا الاجتماع، وكأنكم أعطيتم مهلة للحكومة، أنتم غير موجودون في الحكومة وأنتم في المعارضة. لماذا شارك تيار الحكمة وهو في المعارضة بهذا الاجتماع وأقر أيضا وأعطى هذه المهلة للحكومة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية المساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى المشاهدين الأعزاء جميعا. يعني حقيقة أثير كثير من اللغط وكثير من الدعايات، واشتغلت بعض الجيوش الإلكترونية التي لا يروق لها أن تسير العملية السياسية والنظام السياسي على المسار الصحيح، وبدأوا بالتسقيط، والبعض سقط كل القوى التي شاركت في الاجتماع، البعض الآخر ركز على المعارضة وقال كيف المعارضة تأتي وتشترك بهكذا اجتماع. طبعا أول شيء في الديباجة، في ديباجة الاتفاق كان مذكور اجتمعت قوى الموالاة وقوى المعارضة، يعني هذا الشيء كان مذكور إذا نتكلم عن القضايا الشكلية. إذا نتكلم عن القضايا السياسية والجوانب السياسية، اليوم إحنا كمعارضة مو معارضة للنظام السياسي ولا معارضة للعملية السياسية، نحن معارضة للحكومة، الحكومة اللي مدتها 4 سنوات، تبقى من عندها 3 سنوات تقريبا. إحنا معارضة لهذه الحكومة، هذا أولا. إحنا إجينا في هذا اللقاء في هذا الاجتماع كان الهدف منه حفظ النظام السياسي، حفظ العملية السياسية، وليس حفظ الحكومة، وليس حفظ شخص السيد عادل عبد المهدي أو غيره من الشخصيات المتصدية في الحكومة.
هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم المعارضة لعبت دورها على أكمل وجه في هذا الاجتماع ومن خلال هذا الاجتماع. لو افترضنا أنه المعارضة هي كانت العقل المدبر لهذا الاجتماع، لو افترضنا هذا الشيء، تكون لعبت دورها كمعارضة على أكمل وجه. اليوم احنا هسه أقول لك شلون المعارضة شنو هدفها الأساسي في أي عملية سياسية، في أي نظام. بانتظار الجواب منك. هدفها الأساسي إقالة الحكومة، استجواب الحكومة، يعني هذا الهدف الطبيعي. يعني أنتم وقعتم على هذه الورقة، الورقة لتضمنوا استقالة الحكومة في نهاية المطاف، هكذا أفهم منك؟ جايك بالحديث. اليوم إذا نتكلم، إحنا عندنا 20 مقعد بالبرلمان كمعارضة. هذه 20 مقعد وإن تحالفنا وإن أجرينا بعض التحالفات، هل نحن قادرين على سحب الثقة من الحكومة؟ اليوم زعيم المعارضة سماحة السيد عمار الحكيم لو خرج إلى وسائل الإعلام أو خرج في تصريح أو خرج في بيان وطالب الحكومة بالاستقالة، هل ستستقيل الحكومة؟ ما ممكن، ما راح تستقيل الحكومة. وجربها قادة وزعماء سياسيين قبله وحاولوا وأطلقوا هكذا تصريحات ولم تستجب الحكومة، ولم تستجب قوى الموالاة أو القوى الممسكة بالسلطة لهذا الكلام. يعني الحكومة وقعت في الفخ من خلال هكذا اجتماع بالأيام؟ لا أبدا 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 أبدا، لأنكم بذلك أبداً أنتم تتحدثون عن ضمان استقالة الحكومة بنهاية المطاف، هكذا أفهم منك. أبدا ما وقعت بالفخ، بالعكس هذه صعقة. إن أنجزت الحكومة خلال هذه 40 يوم، أو أعتقد تبقى 39 يوم، 38 أعتقد، إذا أنجزت الحكومة وأنجز البرلمان ما أنيط به في هذا الاتفاق، فنحن والعراقيين وكل الشعب العراقي بألف خير. يعني إحنا أيضا عراقيين، يعني إذا الحكومة أنجزت وعملت شيء صحيح إحنا أكيد راح نكون مستفيدين حال أي فرد من الناس. في تيار الحكمة ستنجز هذه الحكومة من خلال اللقاءاتكم الداخلية؟ يعني إحنا برأينا نتمنى هذا الشيء، نتمنى أنه الحكومة، نتمنى أنه البرلمان ينجزون ما أنيط بهم في هذا الاتفاق. هي أمان جميل، ولكن ماذا عن الواقع؟ لكن أتكلم عن وجهة نظري في هذا المجال. وجهة نظري الشخصية أعتقد وأرى أنه الحكومة والبرلمان لن يتمكنوا من إنجاز التفاصيل التي ذكرت في هذا الاتفاق. هذا من جانب. من جانب آخر، أكو قادة كتل ملزمين بتواقيع وقعوا على هذه النقاط. إن لم يلتزم البرلمان ولم تلتزم الحكومة بهذه النقاط المذكورة، هنا نكون قد ألزمناهم بما ألزموا أنفسهم به. يعني هو جاي وموقع، ما معقول يجي يقول أنا ما غيرت رأيي، طلعت من الاجتماع صار رأي آخر، اتداولت. وكلنا ثقة بقادة الكتل والقوى السياسية. وحقيقة هذه في هذا الخضم أذكر هذه النقطة. اليوم أنا أشوف، أنا شخصيا ألحظ أكو جدية كبيرة عند القوى السياسية في التعامل مع الأوضاع العامة للبلد. هذه الجدية ما كانت موجودة في فترات سابقة، ما كان أكو هذا الدافع، ما كان أكو هذا الاندفاع، ما كان أكو هذا الالتزام. يعني حقيقة، يعني كنا حينما نطرح المبادرات تسقط المبادرات، تضرب المبادرات، نسمع مباشرة تذهب مبادراتنا إلى قضية إلى السوشيال ميديا وتسقيط، وطبعا من داخل أوضاع القوى السياسية، ما نقول يعني جمهور أو كذا، لا لا لا، جيوش إلكترونية تسقط مبادراتنا، تسقط أطروحاتنا. لا، اليوم أي مبادرة نطرحها نشوف أكو آذان مصغية، نشوف أكو ناس تناقش في هذه المبادرة. طيب هنا اسمح لي أن أسأل سعادة النائب علي الغانمي أيضا عن رأيه بموضوع إذا كان هناك إمكانية سعادة النائب أن تنجز الحكومة أم لا. استمعنا للسيد محمد حسام يقول أنه لا يتوقع ذلك. مرت عدة أيام الآن، برأيك بعد مرور هذه الأيام هل ستتمكن الحكومة وأيضا معها البرلمان، لأن الحكومة والبرلمان اليوم أمام إمكانية استقالة الحكومة أو إقالتها وحل البرلمان في حال لم يتم إنجاز الإصلاحات بحسب اجتماع القوى السياسية التي أنتم جزء منها في دولة القانون، بعد مرور هذه الأيام هل أنتم متفائلون بإنجاز هذه الإصلاحات وبالتالي عبور هذا الامتحان، أم أنكم غير متفائلين؟ بالتأكيد هي المشكلة هي ليست مشكلة أشخاص. يعني اليوم أنا أجيب وزير وأغير وزير، أغير حكومة وأجيب حكومة، هذه ما أعتقد راح يعني تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الشارع. اليوم الشارع أدرك حاجاته وأدرك ماذا يريد، والحكومة بموجب هذا يعني الوضع، أي حكومة تأتي هي غير قادرة على تنفيذ يعني ما يريده الشارع. قد ممكن أن تجري حلول ترقيعية، وهذه الحقوق لا تديم أكثر. وبالتالي اليوم نحتاج إلى تغيير بنية إدارية للدولة. اليوم ما الفائدة أن أنا أغير الوزير الفلاني وهذا الوزير مقيد بحزمة الإجراءات الإدارية؟ هسه الوزير مر بشخصه، قد بعض الوزراء يعني نوعا ما
يتجاوز بعض العقبات بحكم يعني، وبالتالي تكون هناك مطالبات انه خالف القوانين وخالف الانظمه وخالف التعليمات. إذن نحتاج الى حزمه اداريه كامله، نحتاج الى قوانين، نحتاج الى تشريعات، نحتاج الى نظام اداري جديد من اجل ان تتحقق العداله الاجتماعيه. طيب بناء على كل هذه النقاط، هل تتوقع ان تقوم الحكومه بهذه الاصلاحات، خاصه انه هناك حديث كما ذكر ايضا السيد محمد حسام قبل قليل انه هناك اليوم جديه من قبل القوى السياسيه، وانت تتحدث انه الموضوع ليس موضوع اشخاص، ربما موضوع قرار وربما موضوع اتفاق، هل ستنجز الحكومه ومعها البرلمان ايضا، خاصه انه اليوم اجلتوا ايضا جلسه البرلمان كما ذكر؟ يعني يبدو ان موضوع التاجيل اقلق حضرتك كثيرا، وبالتالي الاسئله يعني في كل سؤال نرى هناك يعني طرحا حول عملية التأجيل. جلسة اليوم لها ظروفها الخاصة وظروفها الاستثنائية، وحتى لا يدخل هناك جدل وتشنج في صف العلاقة داخل البرلمان. البرلمان كما تفضلتم وكما يعني تفضلت يعني أديت بدليل وإشادة بأن هذا ما أنجزه البرلمان خلال هذه الفترة هو يساوي ما قدمته البرلمانات السابقة التي تعاقبت في العراق، وبالتالي هذا الموضوع حقيقة يجب ألا يعني أن يثار كثيرا حتى لا يعرقل جو صفو العلاقة ما بين مجلس النواب يعني توافق الكتل السياسي على تمرير حزم الإصلاحات. اليوم هناك كثير من التنازلات يعني حتى من حقوقه مجلس النواب، رغم أنه أشيع أن هناك امتيازات للنواب، هي لا توجد امتيازات للنواب حقيقة هذا، ولكن مشينا في يعني سار كان أول القوانين التي أقرت. نعم، واحدة من القوانين التي أقرت وهي مهمة أيضا، يعني هي لا تقل أهمية عن، هي ليست يعني هي لا تساوي 3 بالألف من مقدار يعني من ما يعني يوفر إلى الميزانية وغير ذلك، ولكن هو أيضا يعتبر يعني إجراء مهم جدا حتى يزيل هذه الفوارق ما بين المسؤول والمواطن، وكان هو هذا الهدف. أما أنه الحكومة بهذا الوضع بهذه القوانين بهذه الأنظمة، هي أعتقد لا تستطيع أن تؤدي مهماتها خلال هذه الفترة، إذ لم تكن هناك حزمة من القرارات والقوانين الإدارية التي تسهل إجراءات عمل هذه الحكومة. في هذا الوقت كان هناك زيارة لافتة أيضا لوفد من إقليم كردستان اليوم. نعم. سيد محمد حسام، تأتي هذه الزيارة بعد تصريحات لرئيس إقليم كردستان جيرفان برزاني يتحدث أنه كردستان اليوم أو الكرد بشكل عام على استعداد بأن ينخرطوا بأي تعديلات دستورية تؤدي إلى تحسين حياة العراقيين. بداية، ما رأيكم بهذه الزيارة التي قام بها اليوم هذا الوفد من قبل إقليم كردستان إلى هنا إلى العراق؟ وهل هناك اليوم تعويل فعلا على مرونة كردية فيما يخص التعديلات الدستورية؟ حقيقة بالنسبة إلى موضوع العلاقة الكردية العربية، يعني على المستوى السياسي أقصد مو المستوى الاجتماعي والمستويات العشائرية، اليوم تشهد مرحلة ربيع حقيقة في العلاقة. يعني أكو جملة أسباب لهذا الموضوع، خلينا نجي نقرأ بعض الأسباب. السبب الأول هو تغير الهيكلية الإدارية والسياسية للإقليم من خلال الترتيبات الجديدة والرئاسات الجديدة داخل الإقليم، هذا من جهة. من جهة أخرى اليوم أكو عندنا معادلة سياسية جديدة في الإقليم بدأت بالظهور، وهي معادلة الجيل الثاني. الجيل الثاني اليوم اللي كان سابقا ما متصدي أصبح هو المتصدي وأصبح هو الموجود في الواجهة. ثالثا وهي النقطة الأهم، هنالك استشعار من قبل قادة الإقليم أنه هذه الأحداث اللي تصير في جنوب العراق وفي وسط العراق لن تبقى مقتصرة على الجنوب والوسط، بل أكو احتمال أنه هذه توصل إلى الإقليم حقيقة. يعني اليوم اللي يطلع على الشارع الكردي داخل إقليم كردستان يشوف أكو إشكالات، أكو تذمر، نعم أكو مستوى خدمات مرتفع جدا في الإقليم، أكو تطور، أكو اقتصاد جيد، تفاصيل كثيرة إحنا لربما في بغداد وفي الجنوب نتحسر عليها. يعني أي إنسان اليوم يعبر حدود الإقليم ويدخل الإقليم يحس نفسه داخل إلى دولة أخرى، لكن رغم ذلك إذا أجينا ودخلنا إلى داخل وضع الإقليم، لا، أكو تذمر، أكو توجهات سياسية مختلفة. يعني شفنا قبل كم يوم كان أكو خبر انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول منزل اشتراه أحد المسؤولين في الإقليم، وأصبحت ضجة في داخل الإقليم ووسائل التواصل وبيجات وإلى آخره على موضوع إمكانية. نعم. التعديلات الدستورية والمرونة. نعم. في البداية حينما بدأت الاحتجاجات وبدأت التظاهرات في الوسط والجنوب،
تواصلنا مع القوى السياسية بصورة عامة، من جملة القوى السياسية التي تواصلنا معها القوى في الإقليم، يعني كان عندهم رأي وموقف، قالوا احنا معكم في أي تعديل دستوري، لكن بشرط مثلا أي قضية تمس الوضع المكوناتي داخل البنية السياسية للنظام العراقي هذه ما نتناقش بها، غير قابلة للنقاش. هذه حكومة السيد عادل عبد المهدي أيضا هذه ما ممكن أنه يكون أكو فكرة أو توجه نحو إقالتها، أو يعني تفاصيل كثيرة من هذا النوع. اللي صار اليوم، إحنا اليوم نشوف الأخوة الكرد هم الأشد اندفاعا نحو المبادرات ونحو الإصلاحات، وخلينا نشوف الاجتماع اللي صار في مقر تيار الحكمة. في هذا الاجتماع حضروا الكرد بأعلى مستوياتهم، يعني رئيس الإقليم حضر بنفسه، رئيس الجمهورية حضر بنفسه، طبعا كل واحد يمثل حزب، يمثل توجه، يمثل تيار. اجينا كان اكو مسودة أولية، بعد ما انتشرت المسودة وسربت إلى وسائل التواصل الاجتماعي، كان عندهم طبعا أثناء الاجتماع هذا الحديث، ولكن بعد ما انتشرت المسودة طلبوا أنه تعدل هذه المسودة، يعني يضاف في القوى الموقعة مو فقط الاتحاد والبارتي، وإنما يضاف في هذه الفقرة القوى الكردية الخمسة الموجودة في الإقليم. يعني كل القوى الكردية وافقت على هذه الورقة، وافقوا على هذه الورقة، والذين نابوا عنهم في التوقيع هم السيد رئيس الإقليم والسيد رئيس الجمهورية. لذلك يعني هذا التحول الكبير في العلاقة بين الكرد وبين المركز، أعتقد أو بين الإقليم وبين المركز، أعتقد فرصة ذهبية لاستثماره من أجل توجيه هذه العلاقة باتجاهات تخدم آليات تطوير النظام وتحسين النظام وتحديث النظام بالشكل الذي لا يضر مصلحة مكون معين، ولكن في نفس الوقت يخدم العراق بصورة عامة. وفي ظل هذه الفرصة الذهبية التي تتحدث عنها، وأيضا الحراك السياسي كان على مستوى الكتل السياسية، مجلس النواب والحكومة، كان هناك زيارة مفاجئة سعادتنا بعلي الغانم اليوم لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس. بداية بالشكل، الرجل وصل إلى العراق بشكل مفاجئ دون إعلان مسبق، كيف تصف وصول بداية مايك بنس بهذه الطريقة إلى العراق؟ أولا المصادر الرئيسية عليها أن تؤكد أن هذه الزيارة جاءت بشكل مفاجئ أو غير مفاجئ. اليوم وزارة الخارجية هي المسؤولة عن تبيان ذلك، ومؤسسة الرئاسة هي المسؤولة عن تبيان إذا كانت الزيارة مفاجئة. يعني يبدو الأمر يثار كما أثير زيارة الرئيس كلينتون إلى قاعدة الأسد، دونالد ترامب إلى العراق بشكل مفاجئ. ويعني هناك مواقف كانت مختلفة حقيقة ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وما بين وزارة الخارجية. هذا الأمر يتطلب يعني تبيان الموقف من قبل هذه المؤسسات حتى تضح إذا كانت هذه الزيارة مفاجئة، لها ترتيبات أم ليس لها ترتيبات، هل هناك فيها جدول أعمال أم ليس فيها جدول أعمال. لماذا يزور اليوم يعني مايك بنس العراق في هذا الظرف تحديدا؟ مايك بنس هو نائب الرئيس الأمريكي، وبالتالي اليوم مؤسسة الرئاسة الأمريكية باختلاف القرارات التي يعني حصلت باتجاه الأزمة في العراق، هناك مؤسسة الخارجية الأمريكية لديها موقف، وهناك البرلمان الكونغرس الأمريكي أيضا لديه موقف مما يحصل في العراق. أنا شخصيا استمعت إلى بعض وجهات النظر في من قبل الكونغرس الأمريكي، وخصوصا لجنة القوات المسلحة، وكذلك يعني مصادر القرار الأمريكي متعددة مختلفة وجهات نظرها فيما يحصل في العراق وما يحصل في المنطقة. وبالتالي أعتقد يبدو أن المؤسسات القرار في أمريكا قد اتفقت على قرار موحد، وجاء به نائب الرئيس لكي يطلع القيادة العراقية على هذا الموقف، وإن كان هذا فيه تدخل سافر بما يجري في العراق، وهو أيضا محل رفض يعني أغلب القوى السياسية. ولكن أمريكا هي لديها العراق في المدرك الاستراتيجي الأمريكي حاضر، وما يحصل في العراق هو بالتأكيد يهم أمريكا ويهم البيت الأبيض على وجه الخصوص. بالتالي لأمريكا يعني موقف، لأمريكا رأي، لأمريكا تريد أن تقدمه إلى القيادة في العراق. وأيضا هم يعني أعتقد بحسب البرنامج أن
مايك بينس هو سيزور مقر القيادة العسكرية الأمريكية المتواجدة في قاعدة عين الأسد. وزارها فعلا. نعم انزارها فعلا، فهذا أيضا واحدة من يعني برامجه. أما هناك دعوات كثيرة وهناك إصرار من قبل أغلب الكتل السياسية في مجلس النواب العراق على تبيان الموقف من هذه القوات الأمريكية، ما هو دورها، ما هو فعلها، ما ممكن أن تقوم به حاليا وفي المستقبل. كل هذا الأمر يتطلب توضيح من الحكومة. وبالتالي هذه الزيارة يعني جاءت لكي تطلع بشكل تفصيلي من القيادة في العراق على ما يجري في العراق وما هي الخطط والآليات التي تعالج الموقف. وبالتأكيد الأمر ستصدر فيه معلومات، ستصدر يعني عنه معلومات لاحقا. سيد محمد حسام، تعليق سريع منكم في تيار الحكمة على هذه الزيارة التي قيل أنها مفاجأة. رئاسة الحكومة قالت أنه كان عندها علم مسبق، ولكن بالشكل هي مفاجئة، يعني الرجل لم يعلن سابقا أنه سيزور العراق بشكل علني. تعليق سريع على هذه الزيارة، كيف تنظرون إليها، والدور الأمريكي بشكل عام الذي لاقى ردودا واسعة في الفترة الأخيرة من قبل كل القوى السياسية تقريبا في العراق؟ يعني أولا خلينا نثبت نقطة أساسية، ما يحدث اليوم في العراق من أحداث لا يقتصر على الحدود العراقية وما ممكن حصره بالحدود العراقية. وإحنا شفنا الانعكاسات اللي صارت في دول مجاورة، في دول إقليمية، في دول عربية للأحداث التي حدثت في العراق اليوم. طبعا دائما هذه الموجات، موجات المد الجماهيري أو الحراك الجماهيري أو الحراك الاجتماعي، هذه ما ممكن حصرها في دولة معينة، وخصوصا في عصرنا اليوم، عصر التكنولوجيا، عصر وسائل التواصل الاجتماعي. كلنا نتذكر ما سمي في وقتها بالربيع العربي، وشون امتد من دولة إلى أخرى وأصبحت عندنا نظرية الأواني المستطرقة وهذه التفاصيل. اليوم نفس الشيء موجود، ما يحدث في العراق لن يقتصر على الحدود العراقية، لذلك اليوم نشوف أكو حراك دولي، أكو حراك إقليمي للمساهمة في تهدئة الأوضاع في العراق، للمساهمة في إيجاد حلول للإشكالية في العراق. هسه هذا الدور الامريكي تهدوي اليوم برايك؟ لا، انا ما اتحدث عن الدور الامريكي، اتحدث عن الادوار الدوليه الاقليميه وعن الادوار الدوليه على مستوى المنطقه. نعم، على مستوى المنطقه اتحدث، ولكن حينما يكون هنالك ادوار اقليميه وادوار على مستوى المنطقه لتهدئه الاوضاع، هنا الجانب الامريكي لن يقبل بان يكون معزول عن المشاركه في هذا الحراك. هسه هذه المشاركة بأي مستوى، ما هي التفاصيل، أعتقد يعني في وجهة نظري أيا كانت هذه المشاركة، أيا كان هذا الحراك، يعني هو تدخل بالشأن العراقي، سواء من الجانب الأمريكي أو من دول أخرى في الشأن العراقي. ولكن كما قلت، هذه الدول تنظر إلى مصالحها وإلى مستقبل مصالحها وإلى استراتيجياتها وفق منظار تحقيق المصلحة. المصلحة هل تكون متبادلة، هل تكون غير متبادلة، هذا ما سيظهر في قادم الأيام. في هذا الوقت يتواصل أيضا احتجاز السيد عزت الشبندر السياسي العراقي، كما قالت مصادر أمنية سيد علي الغانمي. يعني الرجل حتى الآن بالرغم من انتشار فيديوهات له، هناك دعوة اليوم من قبل مجموعة من النواب، حتى البعض دعاه لأن يعود إلى العراق ويقطع هذا الجدل. هل هناك من تفاصيل جديدة حول هذه القضية؟ كيف تعلقون عليها أيضا كبرلماني اليوم في مجلس النواب العراقي؟ السيد عزت الشابندر هو نائب سابق وشخصية سياسية عراقية معروفة، وبالتالي هي مثيرة أيضا للرأي العام. أيضا ما يعني نسمع عنه أن هناك عملية احتجاز قد تمت بحقه، من واجب وزارة الخارجية هنا أن تسأل بشكل مباشر دولة الإمارات التي يدعى أنه محجوز فيها، وأن يتضح ذلك للرأي العام. بالحقيقة مهم جدا معرفة واطلاع الرأي العام على مثل هكذا موضوع. مؤسسة الخارجية أيضا هي معنية بهذا الموضوع كما بينا. إذا كان الأمر يتعلق بأمور شخصية يجب أن تتوضح، لأنه أولا مواطن عراقي، يعني وإن كانت كل يعني المسميات هي مهمة، ولكن هو يبقى مواطن عراقي، وبالتالي السؤال عنه وتبيان الموقف من قبل الحكومة يعني الإماراتية حول عملية احتجازه، لماذا؟ هل هي لدواعي شخصية أم لدواعي سياسية أم لماذا؟ هذا كل الأمر يجب أن يتضح، يجب أن يصدر بيان من السفارة الإماراتية بهذا الخصوص. هذا حقيقة ما سيسعى البرلمان العراقي لمعرفته.
سيد محمد حسام باختصار أريد منك تعليق على هذه القضية. يعني أنا شخصا ما أدري ليش أحس القضية إعلامية أكثر مما هي واقعية، يعني هذه وجهة نظري، يعني إن كانت إعلامية أكثر لكن ما هي. هناك مصادر أمنية أكدت الخبر، حتى كتائب حزب الله بالأمس أصدرت بيانا قالت فيه أن الرجل كان من المفترض أن يعود في 18 من شهر. أنا عن مصادر غير حكومية، أنا أقصد المصادر الحكومية، أكو مصدر حكومي أكد هذا الشيء؟ لا حتى الآن ليس هناك، لحد هذه اللحظة ماكو هذا الشيء موجود. طبعا هنا احنا أمام مشكلتين، إن كانت المصادر الحكومية أو الجهات الحكومية المعنية غير مهتمة بحادثة من هذا النوع، إن كانت هذه الحادثة حقيقية وموجودة فهو إشكالية كبيرة تؤشر على هذه الجهات، وإن كانت هذه الحادثة واقعة والجهات الحكومية تتعامل معها بهذا البرود وبهذا التسويف وهي قضية أعتقد لا تمس يعني تمس مواطن عراقي وإنما تمس منظومة الحكم في العراق، تمس المنظومة السياسية باعتبار اليوم هذا الرجل هو رجل سياسي ومتصدي في الوضع العراقي وله أدوار كبيرة. على أي حال فهذه نقطة أيضا تؤشر على الحكومة وعلى مؤسساتها في التعامل مع هذه الأزمة، ولكن أنا وجهة نظري أنه القضية قضية إعلامية هنالك أهداف، وربما الأيام المقبلة قد تظهر تفاصيل هذه القضية. كل الشكر لك عضو تيار الحكمة الأستاذ محمد حسام، كنا نتمنى أن تكون معنا منذ بداية الحلقة. أنا أعتذر شوية الازدحامات وقطع الخضراء وهذه التفاصيل. شكرا جزيلا لك. أشكر لكم أيضا سعادة النائب علي الغانمي عضو ائتلاف دولة القانون أيضا على وجودك معنا اليوم في حلقة اليوم من برنامج من العراق. حياكم. شكرا لكم. شكرا دائما لكم مشاهدينا على متابعتكم هذه الحلقة من برنامج من العراق، وصلت إلى نهايتها، إلى اللقاء.